مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 76، وعنوان حلقتنا علي جمعة يطالب بفتح ملف الوهابية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن الأشاعرة في نظر غلاة الحنابلة الوهابية يتظاهرون بنصرة السنة ويتسترون بالتنزيل، ويقولوا إنهم أقربوا النصوص على وجه التنزيل لله، ويقولوا إننا لا نقول بها حقيقة. ليه؟ لأن هذه من صفات الأجسام. ويقولوا وطبعا ولا يقولوا بنزول الله إلى سماء الدنيا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام. والشيخ محمد رسلان حذر منهم وسرد آراء العلماء في كيفية التعامل معهم، من أي حد ينتسب إلى أهل الأهواء أو دافع عنهم أو شكر فيهم أو عظم في كتبهم أو اتعرف إنه بيساعدهم أو التمس لهم العذر تجب عقوبته، لأنه لم يعاون على القيام عليهم، لأن أهل البدع دول أفسدوا العقول. إحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت قبل كده إزاي إن الأزهر بينشر عقيدة التنزيه في مجلة زي مجلة الأزهر، وخلينا نشوف مع بعض على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وفي الحقيقة إن عقيدة الأشاعرة بتعتبر إن إثبات صفات الله على حقيقتها قلة أدب مع الله وتجسيم وتشبيه لله. يعني الأزهر وشيخ الأزهر ومشايخ الأزهر وطلاب الأزهر بيقولوا للوهابية عقيدتكم الوهابية الحنبلية عقيدة قلة أدب وسوء تأدب مع الله. يعني مشايخ الوهابية من الآخر قلة أدب بالنسبة للأزهر، وقلة أدب مش مع أي حد، لأ دول بيقلوا أدبهم على الله نفسه. ومش كده وبس، لأ دول بيتطولون على علماء السادة الأشاعرة اللي هم علماء الإسلام الحقيقيين. وخلينا نشوف مع بعض فتوى من دار الفتوى في مصر، وإزاي الشيخ بيقول إن الله بيفتح الوهابية ويحتك أسطرهم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق عليهم لسانه بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهت الفتوى ملخصا مما ذكرناه، وعليها الختم الرسمي لدار الإفتاء المصرية. الشيخ الأثري بيقول إن الحافظ ابن عساكر بيدافع عن أبو حسن الأشعري ويقول إن لحوم العلماء مسمومة، يا ساتر يا رب، وإن اللي يتكلم عليهم ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، وإن غلاة الحنابلة الوهابية ما لهمش غير إنهم يقل أدبهم على علماء المسلمين والأشاعرة. طبعا ده شيء عادي بالنسبة لغلاة الحنابلة الوهابية اللي أصلا عقدتهم قلة أدب مع الله، فمش هتفرق معاهم لو قل أدبهم على السادة الأشاعرة، فعشان كده قلوبهم ميتة وألسنتهم تنطق بالشتائم والكذب. ونشوف الفيديو اللي جاي للشيخ ابن عثيمين وهو بيرد على الأشاعرة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل السماء الدنيا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول له وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام. فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. والشيخ ابن عثيمين بيكمل كلامه عن احتيال السادة الأشاعرة على المسلمين وتلبسهم للدين بالكذب والباطل، ويواصل الشيخ الوهابي ابن عثيمين وبيفضح احتيال السادة الأشاعرة على المسلمين ويقول إنهم بيقولوا مش بنقول إن لله يد وما أشبه ذلك. الشيخ الوهابي ابن عثيمين بيقصد كل الصفات الخبرية: اليد، الرجل، الساق، الأصابع، الوجه إلى آخره. والشيخ الوهابي
ابن عثيمين بيقول إن السادة الأشاعرة بينفوا كل الصفات، لأنهم حسب عقيدتهم بيعتبروا الصفات دي صفات أجسام، فلو أثبتوها لله بيبقوا مجسمة، فعشان ينزهوا الله بينفوا كل الصفات دي. ونشوف الشيخ الفاضل علي جمعة وهو بيرد على النقطة دي بالتحديد، ونشوفه هيرد على الوهابية الحنبلوية دي. بل يداه مبسوطتان. بس فالإمام أبو الحسن بيقول إن الله سبحانه وتعالى له يد، بس أدي الآن فين التفسير بقى؟ يعني إيه له يد؟ يعني إيه زي إيدك دي بتاعتك أنت دي؟ ولا يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ وهنا الشيخ علي جمعة بيقول إن الله يده مبسوطتان، إحنا كأشاعرة بننزه ربنا ونقول إن ليه يد، لكن إيد تليق بجلاله، مش ايد زي ما يتصورها الوهابي المجسم اللي بجهله هينقلنا لملف التشبيه والتجسيم. لاحظوا اعزائي المشاهدين ان الشيخ علي جمعه بيستخدم كلمه ملف، يعني كانه ملف قضيه، كانه بيقول ان الوهابيه اصلا عليهم قضايا وفي لها عقيده او مخالفات في العقيده وبيستحق انهم يتحكموا عليها. ونكمل نشوف مع بعض الشيخ علي جمعه هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. او لها معنى يليق بجلاله زي القوة زي الخالقية، فإنه خالق وقوي، وتقول له علي يد، له علي يد يعني يده عليك كده، لا له علي يد يعني له علي نعمة، وهو المنعم سبحانه وتعالى. تفسير الكلام إيه؟ واضح أن الملف تاني. إنما ذلك المشبه المجسم الجاهل ابن الجاهل الذي لا يعرف عربية ولا يعرف فرقا بين النصوص والتفسير. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ علي جمعة هو بيقول ان ايد الله دي معناها النعمة، ونشوف الفيديو اللي جاي والدكتور علي جمعة بيقول مش ايد زي ايدك يا وهابي يا جاهل يا مشبه، ونشوف مع بعض. إنما ذلك المشبه المجسم الجاهل ابن الجاهل الذي لا يعرف عربية ولا يعرف فرقا بين النصوص والتفسير، يقول لا أنا فاهم في مخي إنه يد ويعمل لك إيده كده. قال الإمام مالك فإن فعل قطعت يده. نقول له طب تعال هنقطع لك إيدك، لكن يد الله ليست هكذا سبحانه وتعالى. يعني الشيخ علي جمعة بيقول لكل وهابي ومنه ابن عثيمين يا مشبه يا جاهل انت وكل غلاة الحنبلة الوهابية اللي اصلا مش بتعرفوا اللغة العربية وما تعرفوش فرق بين النصوص والتفسير، وانه فاهم في مخه انها ايد ويعمل بايده ايه كده، ده انت يا ابن عثيمين وكل غلاة الحنبلة تستحق ان ايديكوا تتقطع، عيب، تأدبوا مع الله. وطبعا كل الكلام اللي بيقوله الشيخ علي جمعة والأشاعرة اللي معاه بالنسبة للشيخ الوهابي ابن عثيمين مجرد تمثيلية، مسلسل درامي كده يعني حمضان، كل الكلام اللي بيقولوه الأشاعرة مجرد احتيال صوتي عند الشيخ ابن عثيمين، ومنها طبعا فتوى الأزهر اللي شفناها قبل كده وهنشوفها كتير. وتابعوني الحلقة الجاية ونشوف ازاي الشيخ ابن عثيمين بيرد على الأشاعرة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.